ما تخافش، مالك شفت شبح ولا ايه؟ ده انا حتى جاي لك لوحدي. ايوه، وانت جاي تعمل ايه؟ ايه السؤال الغبي ده؟ انت عارف انا جاي ليه؟ مش في ميعاد ما بيننا اسبوع؟ ايوه انا عارف الاسبوع عدى، بس انا ما جمعتش حاجه، بس محلوله، ما تخافش محلوله. ليه ما عرفتش تجمع؟ وانت عيل صغير ولا ايه؟ في مهله ما بيننا اسبوع، والمفروض ان انا اخد فلوس البرنس. معلش انا طلبت منك شهرين وانت قلت لي اسبوع، وانت عارف انه مستحيل اجمع مبلغ زي ده في الوقت اللي انت قلت لي عليه. طب دلوقتي اعمل ايه؟ اقتلك مثلا؟ لا اديني مهله، اديني مهله. انا هبيع نصيب بيت ابويا وهديك اللي انت عاوزه بزياده كمان، بس اديني شويه وقت. انت عايزني اصدقك يعني صح؟ ايوه انا ما بكدبش عليك، والله ما بكدب عليك. انا بس صادق. ايوه والله انا بس يعني ابيع البيت، وانت عارف انه بياخد وقت. اول ما ابيع البيت هديك الفلوس، بس اصبر عليا شويه. عموما اسبوع وهرجع لك وتحضر المبلغ. ليه انت ليه مصمم تزنقني في الوقت؟ اسبوع وكمان وهتلاقيني في وشك في اي حته انت فيها. سلام يا حلو. هعمل ايه؟